بسم الله الرحمن الرحيم. ستظل آيات الرسالة مشعلا وتنير للأجيال دار الأرقم مع موسمها الثاني القبسات من دار الأرقم. فالحديث يطيب عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن في بداية العام الهجري الجديد. فالمحاضرة واللقاء الثاني بعنوان طريق الهجرة النبوية رحلة علمية قام بها فريق علمي يرويها من جاءنا من بلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضيفنا اليوم جاء من بلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحكي لنا ويقف معنا على دروس وطريق الهجرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيطيب الحديث مع الدكتور عمار ملا الباحث في السيرة النبوية من بلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عن الهجرة النبوية دروس وعبر نستفيد منها في واقعنا اليوم مع الدكتور عمار، فليتفضل مشكورا مصحوبا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. قبل أن نتحدث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أود أن أطوف بكم في مكة المكرمة بزمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقف على الأسباب الحقيقية التي جعلته صلى الله عليه وسلم يهاجر من بلده ويترك أحب البقاع إلى الله وأحب بلد إليه صلى الله عليه وسلم. هذه مكة المكرمة كما ترونها في زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحيط بها الجبال وتظهر هنا الكعبة المشرفة بواد غير ذي زرع كما وصفها المولى سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عليه الصلاة والسلام هنا نزل عليه جبريل بجبل النور في غار حراء، وهو مكان يبعد عن بيت الله الحرام حوالي بالدعوة، فوقف على الصفا ولم يذهب إلى دار الندوة، وأمل أن تكون المعالم واضحة عليكم، فلم يذهب إلى دار الندوة وإنما وقف هنا على الصفا صلى الله عليه وسلم. دائما نجد في أحداث السيرة، درسنا أحداث السيرة من أولها إلى آخرها، دائما نجده صلى الله عليه وسلم يتحكم بثلاثة عناصر، وهذه العناصر الثلاثة الإنسان الناجح في حياته يتحكم بها دائما، الجمعية الناجحة في أمورها تتحكم بها، الأمة الناجحة في حياتها تتحكم بها دائما. فهذا من ترتيب وتدبير وعبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دائما يتحكم بثلاثة عناصر، وهي دائما يختار هو الزمان والمكان والهدف. العناصر الثلاثة أسقطناها في السيرة من أولها إلى آخرها، نجدها دائما يفعل هكذا صلى الله عليه وسلم. وهنا عندما أراد أن يجهر بالدعوة صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى أماكن تجمع القوم، وإنما وقف على الصفا وناداهم فجاءوا إليه، فقال لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فأخبرهم أن الله أرسله رسولا إليهم، فعندها قال أبو لهب كلمته التي نزلت بسببها سورة تبت يدا أبي لهب وتب. فإذا هنا وقف وجهر بالدعوة صلى الله عليه وسلم، وبدأت قريش
تكذبه وتعذب المسلمين، وكانوا يخرجونهم إلى هذه المنطقة التي تعرف بالأبطح أو البطحاء أو خيف بني كنانة، لها ثلاثة أسماء: الأبطح أو البطحاء أو خيف بني كنانة، وهي تبعد عن بيت الله الحرام حوالي 3 إلى 4 كيلومتر، يعني أولها 3 كيلومتر وآخرها حوالي 4 كيلومتر. وكانوا بفعلهم هذا يظنون أنهم يبتعدون عن بيت الله الحرام، فتعظيما للكعبة كانوا يفعلون ذلك، فلا يعذبون الصحابة هنا بل كانوا يخرجونهم إلى هنا. وحتى لما أرادوا أن يحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبني هاشم في الشعب، هنا تقاسموا على الكفر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري، هنا تقاسموا على الكفر، اعتبر الحصار كفرا عليه الصلاة والسلام، فقال هنا تقاسموا على الكفر فاعتبره كفرا صلى الله عليه وسلم. هنا في البطحاء أو الأبطح أو خيف بني كنانة، في هذه المنطقة التي قلت لكم لها ثلاثة أسماء: الأبطح أو البطحاء أو خيف بني كنانة، فأذن صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة بالهجرة الأولى والثانية والثالثة. وهذا حديث طويل ليس هو موضوعنا. وهاجر معظم الصحابة ولم يبق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حوالي أقل من 40 صحابي، 35 صحابي. وهنا يوجد لدينا إحصاء سكاني بمكة المكرمة في زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تعتبر موسوعة كاملة، خريطة كاملة بسكان مكة في زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللون الأخضر هو للصحابة، واللون الأحمر هو للكافرين، ولها مصطلحات كثيرة، لكن آمل أن تنتبهوا إلى اللون، الاسم المكتوب باللون الأزرق، الأسماء المكتوبة باللون الأزرق، هي تدل على من هاجر إلى الحبشة. ولو مررنا مرورا سريعا على الأسماء للاحظتم أن معظم الأسماء هاجرت إلى الحبشة، معظم الأسماء التي ترونها هاجروا إلى الحبشة ولم يبق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعداد قليلة. وآمل أن تكون الألوان واضحة عليكم. هنا معظم هذه الأسماء من الصحابة هاجروا إلى الحبشة رضوان الله عليهم، ولم يبق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من الصحابة رضوان الله عليهم. وحاول صلى الله عليه وسلم كثيرا أن يجد موطنا للدعوة، وكان يبحث عن الطائف، ذهب إلى الطائف فأدموا قدميه بالحجارة، أرسل مجموعة إلى الحبشة فلم ينتشر الإسلام لظروف كثيرة تحدثنا عنها في الندوة، وجلس ينتظر أمر الله، وأمره الله بعد ذلك بالإعداد ومقابلة وفود الحجاج، فكان الحج قائما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للقبائل التي تأتي إلى مكة، حتى هيأ الله له مجموعة من الأوس والخزرج، وكان عددهم أقل من 10 أشخاص، 6 أشخاص، فأسلموا لما عرض عليهم الإسلام، وخرج بهم إلى خارج مكة إلى مكان العقبة الكبرى، هناك جلس معهم بين الجبال صلى الله عليه وسلم، ومكان جلوسهم جلوس النبي صلى الله عليه وسلم قمنا بتوثيقه وتصويره، وهو هذا المكان بني فيه مسجد عمر بن عبد العزيز، بنى مسجدا وثق فيه مكان جلوس الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان، هذا يسمى مسجد البيعة، وهو موجود إلى يومنا الحالي. الذين ذهبوا إلى الحج يرون هذا المكان قرب ساحة الرمي، هنا ساحة الرمي،
هذه ساحة الرمي، خلفها بقليل مكان بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. فهذا مسجد عمري حقيقي. لما نقول مسجد عمري أي عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، وثق مكان جلوس الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه بيعة العقبة الأولى، فأرسل معهم عليه الصلاة والسلام من يعلمهم دينهم ومن يدعو إلى الله. أرسل ابن أم مكتوم وأرسل داعية معهم، وفي السنة الثانية تضاعف عددهم 12 ضعف تقريبا، كانوا 6 صاروا 72، وجاء معهم نساء، وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعات، ووضع على كل مجموعة عريف، وترتيب نبوي جميل جدا. يا ريت نستفيد منه في غربتنا، يا ريت نستفيد منه في هجرتنا. ما في أجمل من أن نتبع ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموعات قسمهم عليه الصلاة والسلام، وجعل لهم قادة للتواصل للعمل. نحن يا إخوة هذه الدنيا عابرة، وإن شاء الله اللقاء العظيم هو عند الله سبحانه وتعالى، هناك النعيم. هذه الدنيا كظل شجرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. ما في أعظم منها لما يكون لك إخوة في الله تتآلف وتتحابب معهم وتعمل لتحافظ على دينك ودين أبنائك. نكون مجتمع صغير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخوة لما استشاروني بالموضوع قلت الذين هاجروا إلى هذه البلاد هم بحاجة إلى الهجرة، إلى موضوع الهجرة، ليأخذوا منه اللمحات ويقاربوا هجرته صلى الله عليه وسلم مع هجرتهم. نجد طريق الهجرة ماذا فعل، نفعل عليه الصلاة والسلام. هذا أمر نحتاجه في هذه البلاد، أنتم بحاجة إليه أكثر ما تحتاجون. تحتاجون إلى مقاربة مع الهجرة، نفس الواقع الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل، نفعل عليه الصلاة والسلام. فحدد عرفاء وحدد نقباء، وأرسل الصحابة رضوان الله عليهم يعلمونهم. ثم لما أذن الله له بالهجرة عليه الصلاة والسلام، واتخذ الأسباب صلى الله عليه وسلم كأسباب البشر تماما، بدأ بالاستعداد وشراء الناقة، وجلس ينتظر أمر الله. ولما أذن الله له بذلك، وكان القوم قد تآمروا عليه إما لاعتقاله أو لقتله أو طرده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يعتقلوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأذن الله له بالهجرة، فتحرك من بيته، هنا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضعنا لكم هنا باركود 11 باركود، تستطيع من خلال القارئ الرقمي هنا إلى هذا تستطيع أن تحدد مكان دار خديجة اليوم. يعني الآن الذي يضع هذا الباركود القارئ سكانر يقف على مكان دار خديجة رضي الله عنها، وبالثاني يقف على دار أبي بكر رضي الله عنه، وهذه المعالم معروفة ومحددة. فخرج صلى الله عليه وسلم وقطع هذا الطريق حتى وصل إلى دار أبي بكر. وكما ورد في رواية البخاري، أبو بكر بدأ الاستعداد للهجرة قبل 4 أشهر، واشترى الناقتين بماله. وستجد هنا دائما في المحطات الكبرى أبو بكر، تجد عثمان رضوان الله عليهم، تجد علي، تجد عمر، تجد كبار الصحابة دائما في المحطات الكبرى بأنفسهم وأموالهم إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره
وشهد المشهد العظيم أبناء أبي بكر، ورأوا فرحه وسروره حتى وصل إلى درجة البكاء بالفرح. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما علمت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فخرج هنا وساروا بهذا الطريق إلى جبل ثور، هذا مكان جبل ثور، ساروا سيرا في النهار لأن الوقت حر، والهجرة كانت في شهر سبتمبر، فخرجوا في هذا الوقت وساروا حتى نزلوا في غار ثور، وذهبوا إلى جبل ثور وصعدوا إلى أعلى قمة في مكة. أعلى قمة في مكة هي منطقة جبل ثور. وقبل أن نتحدث عن موضوع الهجرة، هذا المشروع هو مشروع علمي قامت به مجموعة، كما تفضل أخي الكريم حسين، فقامت به مجموعة علمية كبيرة من العلماء، قاموا بإعداد الدراسات ورتبوا ترتيبات إدارية وأخذوا الموافقات الرسمية، ثم خرجت بعثة علمية فذهبت إلى مكة، وصعدنا إلى جبل ثور عدة مرات، قمنا بتوثيقه ودراسته وتصويره والوقوف على كل ما يتعلق بهذا الحدث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقنا من الغار مشيا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة فهم الأحداث الكبرى في سيرته صلى الله عليه وسلم. هذا جبل ثور الذي أمامكم، والعرب تسمي عادة الأشياء بأقرب الحيوانات التي يعرفونها، فمقدمة رأس الجبل كأنما هي ثور، وله قمتان. هنا القمة الأولى آمل أن تكون واضحة، تصعدها وتنزل وتصعد إلى القمة الثانية، فالغار في الطرف الآخر من الجبل. وهذه صورة غار ثور أخذت عام 1405 هجرية تقريبا، يعني لقطة قديمة جدا، وهي من اللقطات النادرة، لأن معالم الغار تغيرت تماما. سأعرض عليكم بعد قليل كيف عبث الناس بمعالم الغار وشوهوها. لاحظوا هذه الفتحة، هي التي الفتحة الأمامية للغار، انظروا كيف أصبحت بعد عبث الناس وتشويههم. لاحظوا هنا وضعوا دراج، وضعوا سيراميك، وضعوا رخام، وما عدت تعرف تفهم الحدث. ولولا أننا وثقنا الغار من فترة قديمة لتاهت معالمه عنا، ما استطعنا نوثق الحدث. يعني هذه الصورة عام 1996 تقريبا، بعد 10 سنوات من تلك الصورة. فلاحظوا العبث، شوفوا هنا الدرج. يعني الآن لما يأتي إنسان ويحاول أن يفهم هذا الحدث، كيف يفهم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى درج؟ ويقول كيف جلس النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يره المشركون؟ واضح كل شيء. فلا تستطيع أن تفهم الحدث بعد أن عبث الناس للأسف بأمر أو بمعلم أساسي فيه حدث كبير وورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الغار ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. لو أن أمة أخرى تيقنت أن نبيها مر هنا، وأن هذا المكان ذكر في كتابهم، وأن جبريل نزل فيه، لكان لهم شأن آخر في العناية به. انظروا إلى هذا الشكل وإلى هذا العبث الذي عبثوا به. ولا أود أن تبقى هذه الصور في أذهانكم، فلذلك نرجع إلى الموضوع الأساسي لغار ثور كما ورد في كتب، كما ورد في صورته قبل أن يعبث به الناس. هذه هنا الفتحة التي ورد في الرواية أن العنكبوت نسجت عليها،
العنكبوت ورد ذكرها في مسند الإمام أحمد، ورغم ضعف هذه الرواية لكن المشركين لما وصلوا إلى هنا هي تتفق مع العقل، لأنه ما الذي حال بين المشركين وبين رؤية ما بداخل الغار؟ هو في شيء، والمولى سبحانه وتعالى ذكر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود. جنود، ضع خط تحت جنود. من هم الجنود؟ كثر، في جنود ترونهم بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. فهنا في شيء حال بينهم وبين أن ينظروا. هم وصلوا إلى فم الغار وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، ورأى أحدهم يقف ليقضي حاجته في الفتحة الثانية التي سأعرضها عليكم. ولا يفهم الإنسان، لا يعرف الإنسان أو لا يستطيع أن يتصور الإنسان هذا إلا برؤية المكان. هنا فتحة الغار التي وقف أحد المشركين يقضي حاجته عندها، هنا وقف هذا المشرك على هذا المكان. هذه اللقطة أخذناها من داخل الغار، من مكان جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضوان الله عليهما، وهنا وقف أحد المشركين. هذه الفتحة الأخرى الخلفية يقضي حاجته. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم مكان قدميه نزل برأسه لرآنا. هذا المكان إخواني ضيق ومنخفض، لما تدخل تجلس فيه تكون جالسا بشكل ملتصق مع من بجوارك، ولا تجلس جلسة مريحة. فجلس سيد الخلق مع أبي بكر 3 أيام بلياليها في هذا المكان، يحس بنبض جسده، بحرارة جسمه قريبا منه. ولو لم يتح، لم يفعل أبو بكر شيئا في حياته سوى هذا الأمر لكفاه. فلم يجلس أحد مثل هذه الجلسة مع سيد الخلق 3 أيام بلياليها، حتى مع نسائه. ما ورد رواية أنه جلس 3 أيام بلياليها قريبا من إحدى نسائه. ولو لم يكن من أبي بكر إلا هذا الأمر لكفاه فضلا رضي الله عنه، وكفاه منزلة، وكفاه شرفا، وكفاه فخرا هذا الأمر العظيم الذي خصه الله به. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إخواني، لما ربي سبحانه وتعالى يوفقك إلى عمل لا تشعر بنفسك شيء، احمد الله أن وفقك لذلك، وإلا الخلق كثر. احمد الله، فتح باب خير وساهمت به، احمد الله، قل يا رب شرحت صدري للمساهمة بهذا الأمر. كم عدد الصحابة الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثر. ما الذي جعل الله سبحانه وتعالى يختار أبوك لمنزلة عنده؟ وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أبي بكر، وإنما ليعلمنا الأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. وكان الغذاء الذي حملوه من دار أبي بكر، والرواية الشهيرة لما أرادوا الخروج وجدوا ما بالبيت من زاد، وأرادت أن تلف ابنته فما وجدت شيء، فحملت نطاقها وشققته قسمين ولفت هذا الأمر، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها أسماء. وهذا الطعام كان زادهم مدة قليلة، طيب كن بحاجة إلى شيء آخر. فكان يأتيهم ابن أبي بكر بنائحة الحليب، نائحة اللبن، يعني ما يجود به، يمر بالماشية وهو يرعى ويمشي، يجعل الماشية تمشي خلفه لتعمي أثر الأثر عليهم على من يتبعهم، ويمشي في منطقة المرعى لأن المرعى في منطقة أجياد وما حولها، فيمشي في منطقة المرعى ويمر عليهم. وعندما عرضنا خريطة مكة رأيتم أجياد،
التي كان يرعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي المنطقة الوحيدة الصالحة للرعي، فوجوده طبيعي في هذه المنطقة، فكان يمر عليهم بنائحة الحليب وأخبار القوم، يقول لهم ما زال الطلب قائما، خليكم في مكانكم لا تتحركوا. فجلسوا 3 أيام بلياليها وانتظروا حتى يهدأ الطلب، وبعد 3 أيام كان أبو بكر قد أعد مع دليل من أهل مكة غير مسلم، أعد من أجل أن يأتي فيدله. وهنا وقفة، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يهرب من المشركين ويتعاون مع أحد المشركين؟ وهذه قضية يعني قد تكون متناقضة، كيف أنت الآن قريش وضعت جائزة 100 ناقة ويأتي أحد أبنائهم، أما تخشى منه؟ وهنا شيء مهم جدا، أن أهل مكة كان عندهم حلفين في مكة، أهل مكة كانوا يوجد عندهم شيء من القيم، وهذه القيم هنا كان في بمكة نوعين من الأحلاف، في يوجد حلف في أهل مكة يسمى حلف الفضول، ويوجد حلف آخر قوم تحالفوا بحلف يسمى حلف الفضول، وحصل في دار عبد الله بن جدعان، وهذا رمزه في القبائل، ستجدون القبائل التي شاركت في هذا الحلف هذا رمزها، لاحظوا هذه حلف الفضول، اتفقوا على أن يتعاهدوا على نصرة المظلوم والدفاع عنه والأخذ بحقه، وهذا الحلف شارك به النبي صلى الله عليه وسلم في دار عبد الله بن جدعان، ونعرف موقع داره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الحلف وذكره وقال لو أني دعيت إليه في الإسلام لأجبت. كان في قيم، العرب صحيح كانوا على جاهلية لكن عندهم قيم، نحن الآن والعياذ بالله يعني جاهلية التي نعيشها الآن، الجبابرة والطغاة تجاوزوا مرحلة جاهلية قريش وكفر قريش، كان عندهم شيء من الأخلاق. وكان في حلف آخر، هذا القبائل هذا اللون يسمى حلف الأحلاف أو حلف الدم. لماذا سمي حلف الدم ولماذا سمي ذاك حلف المطيبين؟ أولئك لما في دار عبد الله بن جدعان لما اتفقوا، العرب ما كان تعرف التوقيع أو البصمة، فكانوا يحضروا شيء يبصموا فيه بكل يدهم، بيخبطوا بكل يدهم، فأحضروا جفنة من طيب فوضعوا أيديهم بها، فسمي حلف المطيبين أو حلف الفضول أو حلف الفضول، له 3 أسماء، وهذا شارك به النبي صلى الله عليه وسلم. الحلف الآخر هذا أيضا تعاهدوا على نصرة المظلوم والدفاع عنه والأخذ بحقه والقيام بواجبه والوفاء بالعهد، ولكن كيف يوثقوا؟ أحضروا جزور ابن صغير وذبحوه ووضعوا يدهم به، فسمي حلف الأحلاف أو حلف الدم، هذا لم يشارك به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القبائل التي شاركت بها من مخزوم وعدي، هذا الدليل الذي استعان به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبائل التي شاركت بحلف الأحلاف، فلا ينقض العهد ويفي بالذمة. ولذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على القيم وليس على الدين، وهذه نقطة مهمة أيضا. هنا في المهجر يجب أن تكون واضحة أمامكم، اللي عنده قيم اللي عنده أخلاق تعامل معه كما تعامل صلى الله عليه وسلم، مع دليل أعطاه أمنه أهم شيء، وإن كان الله حفظه ولا يستطيع أحد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمنا الآن أنت أمام الآن مدرسة نبوية
تعلمك الأخذ بالأسباب. الهجرة لنا إخواني وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أنا ذكرت في خطبة الجمعة الله سبحانه وتعالى حمل رسوله من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء بجزء من النهار، بجزء من الليل عفوا، وما أحاجه إلى ذلك. فلماذا إذن حصل ذلك في الهجرة؟ لنا هذه الهجرة، لنا، لأن الله علم أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة وأنكم ستهاجرون. فعندما تتعب تذكر هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترتاح. فإذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالتعاون، هنا انتظروا الدليل وجاء الدليل، وإلى أسفل الجبل وأحضر معه غلام أبي بكر، أحضر الناقتين وبدأوا رحلتهم، جزء مشي على الأقدام وجزء ركوب على الناقتين، كانوا يتناوبون أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة والدليل والغلام على ناقة أخرى، ويمشون، والسرعة تقريبا سرعة الإبل 7 كيلومتر، وكانوا يمشون في اليوم الواحد حوالي 10 كيلومتر في الساعة الواحدة، 7 كيلومتر، يمشون حوالي 10 ساعات تقريبا من شروق الشمس. هنا وضعنا الوقت في مكة، متى تشرق الشمس ومتى تغرب في هذه الفترة من شهر سبتمبر. الهجرة حصلت في شهر سبتمبر، وفي في الأشهر الهجرية في شهر ربيع، فهنا أوقات الشروق والغروب حسب هذا البرج من الأشهر الشمسية حددت بشكل دقيق لنعلم المسار الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقت الذي استغرقه. وكان اللقاء الأول هنا مع الناقة القصواء، هنا اللقاء الأول، وهذه الناقة هي حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الناقة دافع عنها عليه الصلاة والسلام لما المنافقين تكلموا عليها. أهل النفاق لا يوجد أرزل منهم على وجه الأرض حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك شوف الناقة ما تركوها، الناقة، لما الناقة في صلح الحديبية أراد أن يمشي فوقفت، فقالوا خلأت القصوى، يعني إيش القصوى هي؟ فقال ما خلأت القصوى وما كان بخلق لها، ولكن حبسها حابس الفيل، فدافع عنها عليه الصلاة والسلام. المنافقين والعياذ بالله تعرفهم بأشكالهم، تعرفهم بلحن القول، دائما لا يتركون فرصة إلا يغمزون يعني. وهذا اللسان إخواني أحيانا يكون والعياذ بالله سبيلا للكفر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه بأحد الأسفار جلس بعض المنافقين وقالوا ما وجدنا مثل أصحاب محمد، يعني عم يحكوا على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، طمعا في اللقاء، لما بصير طعام بيجتمعوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل قول الله سبحانه وتعالى بالآية القرآنية لا تعتذروا قد كفرتم، نص الآية. طيب هم ما كفروا، والقرآن الكريم بيّن أنهم كانوا يسخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ذلك والعياذ بالله كفرا، لأنهم كانوا يهزؤون بالله وبرسوله. لا تعتذروا قد كفرتم، غابت عني الآية القرآنية الحقيقة، إذا بتتذكر الشيخ حسين الآية، لا 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 قبلها نص الآية القرآنية، إن شاء الله نذكرها. لكن هنا الشاهد، نحن نتحدث عن الناقة القصواء، هنا كان اللقاء الأول، وهذه الناقة أوحي لها عدة مرات، أوحي لها من الأوقات التي أوحي لها لما هاجر عليه الصلاة والسلام خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وهذه الناقة
عليه الصلاة والسلام كانت الوحيدة التي ينزل عليه الوحي فلا تبرك، بينما عندما يكون على بغاله أو خيله أو تنزل من شدة الوحي، هذه أعطاها الله قوة خاصة. وهذه الناقة حج عليها حجة الوداع وكان فيها بتبوك وذهب إليه بفتح مكة وبعمرة القضاء وصلح الحديبية، الأحداث الكبرى رافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل وفاته أوصى بها خيرا صلى الله عليه وسلم. نص الآية بس ذكرني ببدايتها، قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا. وهم ما تكلموا عن الله ولا عن آياته، هم ما تكلموا عن الله وآياته، هم تكلموا عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اعتبر ذلك والعياذ بالله أنهم تكلموا عن الله وآياته. فأهل الله إخواني، الإنسان يبرئ لسانه من الخوض فيهم، هؤلاء أهل الله، فلا يخوض الإنسان بهم ويحترمهم ويبتعد عن ذلك والعياذ بالله. هذه الأمور من محبطات العمل. وأهل النفاق بعضهم ما عرف بنفاقه إلا بلسانه والعياذ بالله، فاللسان هذا مزلق كبير والعياذ بالله. فهنا نعود للحديث عن الناقة القصواء. هذه الناقة هنا كان اللقاء الأول واستمر 10 سنوات حتى قبيل وفاته أوصى بها خيرا، فتركها الصحابة جوار البقيع ولم يذبحوها، وماتت بعد فترة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لها. هذه رمز، تخيل لو أنهم ذبحوها، ذبحوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت حتى ماتت قرب البقيع. وسار صلى الله عليه وسلم حتى وصل هنا إلى منطقة، هنا حصلت إحدى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم باللقاء مع الراعي. وهذه المعجزة هنا سنجد في طريق الهجرة كثرة المعجزات وكثرة إسلام الناس الذين يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزات تظهر تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لأفئدتنا، ظهرت كثير من المعجزات على يده صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، وبشرنا ببشائر عظيمة عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته كما سيمر معنا. وسار صلى الله عليه وسلم، الحقيقة أود أن أقف هنا على الأحداث الكبيرة. الطريق الأخضر هو الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق الأحمر طريق القوافل. لاحظوا هنا، ترك الطريق الأحمر وأخذ بطريق بعيد عن طريق القوافل وسار بعيدا حتى يتجنب الطلب. ما هو الطلب؟ قريش نشرت في كل الطرق بكل الاتجاهات أنه من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم له 100 ناقة، وكان هذا أمرا عظيما عند العرب، وأعظم منه المكانة عند قريش. كل القبائل تسعى للمكانة عند قريش وأن يكون لها منزلة، فكانوا يبحثون. ولذلك خرج أخذا بالأسباب صلى الله عليه وسلم وابتعد عن هذا الطريق حتى وصل إلى هذه المنطقة. وهذا الرمز هنا رمز للأماكن التي قضوا فيها الليل في هذه المنطقة التي تسمى كراع الغميم. هنا قضوا الليلة الأولى بعد خروجهم من غار ثور. وهذه المنطقة هنا حصل فيها حدث كبير، هنا جاءت أكبر مجموعة تريد القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المجموعة قطعت 255 كيلومتر تقريبا، سارت من هنا من هذه المنطقة، هذه هنا كانوا يعيشون، ساروا من هنا إلى منطقة كراع الغميم للقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيأتهم قريش، خرجوا بمكر من قريش من أجل مطمع مادي، ولكن أراد الله أمرا آخر فيه هلك قريش، فيه أمر يتعلق ببدر.
ويتعلق بهزيمتها ببدر، ولو أنهم لم يثيروا هذه القبائل لبقيت في مكانها، ولما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما كان سبب في إسلامها. الآن أثارت قريش هذه القبائل، فكان ذلك سببا في إسلام كثير منهم. هذه القبيلة خرجت من هنا، قبيلة أسلم، هنا مكان قبيلة أسلم، وهي من القبائل التي تعيش غربي المدينة. وهذه القبائل دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قبيلة أسلم من ذي الحليفة إلى الصفراء، خرجوا قطعوا هذا الطريق حتى وصلوا إلى هنا، وهم يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقدمهم سيد القبيلة، وهو الذي يروي الآن لنا الحادثة، اسمه بريدة. والرواية يرويها لنا بريدة، أول ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى سيد القوم وخاطبه واثقا صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: بريدة. قال: يا أبا بكر، برد أمرنا. من بني من أنت يا بريدة؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك يا أبا بكر، أي خرج حظك. و كلمة خرج حظك أي أنت وجه الخير، أنت وجه الفأل، أنت وجه الحسن. فانظر، أثنى على اسمي أول مرة وثاني مرة، ثم: من بني من أنت يا بريدة؟ قال: من بني أسلم. قال: سلمنا يا أبا بكر. فشرح الله صدره للإسلام، وأنوار النبوة تتلألأ من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما هذا بوجه كذاب، والله ما هذا بوجه كذاب. قريش تقول عنه كذاب، ما هذا بوجه كذاب؟ وأقبل مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحض قومه على الإسلام فأسلم، وهو أول من أسلم من قبيلة أسلم. الكلام الحلو إخواني والله بشق الصخر. دائما نحن يجب في الهجرة أن نتسلح بسلاحين، دائما البسمة والكلمة الحلوة. والله لو اللي أمامك حيط وأنت بتتبسم في وجهه، لن يكون إلا متبسما لك. والكلمة الحلوة والله مهما كانت، القطرة وراء القطرة تحفر بالصخر، الصخر بالحديد لا يتفتت، الصخر يكسر الحديد ولا يتكسر، لكن ضع له الماء يحفر بالصخر. ونفس الشيء الكلمة الطيبة هذا سلاح لك قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الطيبة مع البسمة مع الصدق، سيد الخلق لما يتكلم عليه الصلاة والسلام أنوار النبوة تلالأ. ولذلك كان أهل العلم يقولون: مهما كان الصحابي، مهما كان رتبته متدنية في الصحابة، ولو لم يروي حديثا واحدا، والله هو أفضل من آلاف التابعين وتابعي التابعين. يكفيه فخر أنه رأى أنوار النبوة، يكفيه فخر رأى أنوار النبوة ودخلت في قلبه. وهذا رأى أنوار النبوة تتلألأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الحدث عظيم، أعظم منه ما علاقة هذا الأمر بغزوة بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآن اللي روانا الحديث بريدة، يقول: أنا أول من أسلم من قبيلة أسلم. يعني الإسلام إخواني ما وصل إلى هذه المنطقة إلا متى؟ إلا لما قريش تفضلت وقامت بحملة إعلانية تحض الناس على مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قريش ما فعلت ذلك، هؤلاء كان خرجوا بقوا في مكان. والآن لما نحن بيصير هنا حملة انتخابية، بتشوف كل السياسيين عم بيحكوا على الإسلام. طيب اللي جالس في بيته بعمره ما شاف مسلم، وجالس في قرية من قرى النمسا بعمره لا شاف مسلم ولا سمع بإسلام، يبدأ يبحث: يا أخي شو هدول اللي بيحكوا عليه؟ يبدأ يفكر. وإلا المسلمين لم يصلوا إلى مرتبة أنهم يشكلوا قضية رأي عام في كل أوروبا. يعني أنت لو تشوف الحملات الفرنسية بفرنسا، الحملات
انتخابية. تظن المسلمين ماسكين الاقتصاد والسياسة والجغرافيا وماسكين الدنيا كلها، مع العلم مسلمين يعني لا شك موجودين بالملايين، لكن مو بهالدرجة. لكن ذلك كان سببا في اهتمام كثير من الناس بالإسلام. ما نخشى، ما نخاف، ما يهتز قلبنا، هذا دين الله، ومن استعمله الله بنصر الدين فهنيئا له، ومن تخلى تخلى عن نفسه. ما تظن نفسك أنت بتمنع رب العالمين، احمد الله على نعمة الله أن ساقك. ما يظن الإنسان أنه والله بكم ركعة سيمن على رب العالمين. نسأل الله أن يرحمنا إخواني، نسأل الله الرحمة والثبات، الله سبحانه وتعالى يثبت قلوبنا ويرزقنا حسن الختام. ترى والله نحن بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما أحد يغتر ولا أحد يثق به بشيء. دائما أهل الإيمان كانوا يخافوا، أخطر حديث كانوا يقرؤونه هو حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. يعني إيش عمل أهل الجنة؟ إيش عمل أهل الجنة؟ يعني طول عمره هذا يصلي، طول عمره يقوم الليل، طول عمره يتصدق، حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، ذراع، فيسبق عليه الكتاب والعياذ بالله، فيدخل النار. إيش يعني يسبق عليه؟ يتخبط عند الناس والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام، نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، بتشوفه طول عمره سكران. ما تستهزئ بأحد ولا تعير أحد، والله لو شفته سكران لا تستهزئ به. هذا لأنه ورد بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينه ذراع، ربي يقود إلى عمل خير يسبق عليه فيكون من أهل الجنة. وحالات كثيرة جدا. فدائما يا أخواني لا يغيب عن بالكم هذا الدعاء، نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام، العفو والعافية وحسن الختام، العفو والعافية وحسن الختام. لا هذا كله كلام فاضي. الله ما نغتر بعملنا، ما نغتر بصدقاتنا، ما نغتر بصلاتنا، ما نغتر بعلمنا. دائما الثبات من الله سبحانه وتعالى. فيقول أنا أول من أسلم من قبيلة أسلم. وهنا بدأ الإسلام ينتشر، هنيئا لك يا بريدة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذه القبيلة بأمر لم يعطه لأحد إلا قبيلتين فقط. كان كل القبائل في الجزيرة العربية أي واحد يسلم دي الحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكثر قوة المسلمين. ولذلك هنا خليكم دائما مع بعض، أولادكم، نسائكم، أهلكم، مناسب هذا بيتكم، هنا البيت، هذا البيت، أهلك هذا أهلك، عشيرتك هذا عشيرتك، عندك مناسبة هنا سوي المناسبة. فخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في مكانهم. لذلك هذه القبيلة بقيت في مكانها، لم تهاجر، وبدأ الإسلام ينتشر فيهم إلى درجة لما حان وقت بدر معظم هذه القبيلة قد أسلم. ولذلك لما خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر، هذه بدر، مر على قبيلتين عندهم استثناء، قبيلة أسلم وقبيلة غفار، لكن ما احتاج لهم في القتال، ما في أحد من أسلم وغفار شارك في بدر، لأنه بدر كانوا خارجين على أساس يلحقوا بالقافلة، ما في قتال. ولذلك وصلوا هنا إلى بدر وحصل ما حصل. فإذا هنا حادثة بريدة، وبعدها سار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، وصل إلى مكان خيمة أم معبد. وما الذي ألجأه للمجيء إلى خيمة أم معبد؟ سيد الخلق عطشان عليه الصلاة والسلام، يريد يشرب، وشهر سبتمبر حر، فتخيل سيد الخلق عطشان عليه الصلاة والسلام.
لماذا لم يجعل الماء ينبع من بين يديه؟ لأنه قلنا لم يستخدم معجزة لنفسه، هو كان أكل هم الصحابة اللي معه أبو بكر والغلام، ولا هو عليه الصلاة والسلام يطعمه ربه ويسقيه، لكن هنا معه صحابة، فكان يبحث عن ماء صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى خيمة أم معبد واستأذنها فأذنت له، فجلس في ظل الخيمة. وطبعا يعني نحن قلنا في الندوة العلمية، لما الدورة العلمية تحدثنا عن كيف حددنا مكان خيمة أم معبد، وهذا موضوع طويل، وهو قرب صنم منات، هنا مكان صنم منات، وتم تحديد مكان خيمة أم معبد، وأذنت لسيد الخلق أن يجلس في ظل الخيمة فجلس في ظل الخيمة، وقال هل عندك ماء يا أم معبد؟ قالت لا يوجد ماء. وإلى الآن في 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 السعودية لما تمشي كثير مناطق ما فيها ماء، حتى الأغنام والإبل يحضرون لهم بالصهاريج الماء، اللي عاش بالسعودية بيعرف هذا الأمر، ما في ماء في مناطق يعيش بها الملايين لا يوجد فيها قطرة ماء، مثل جدة يعيش فيها 6 ملايين إنسان لا يوجد فيها قطرة واحدة، لأنه أرض مليحة والبحر يغطي كل المنطقة، حتى لما يحفروا على بعد عدة كيلومترات ما مالح بحر، فتشرب من التحلية. والحال نفسه في زمن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما في ماء. قال هل عندك لبن أي حليب؟ قالت خرج الغنم للرعي ما في. فنظر فرأى في طرف الخيمة شاة حديثة الولادة، سخلة نسميها في بلادنا سخلة، فقال أتأذنين لنا أن نحلب هذه يا أم معبد؟ مثل هرة صغيرة. فقالت ومن يحلب هذه؟ تقول لولا ما رأيت من مهابته لعلمت أنه يتكلم حق عليه الصلاة والسلام، ولا هيبته معاذ الله أنه يخطر بباله أن يحلب هذه. فأذنت له فمسح على ضرعها فامتلأت بآية عظيمة. فلما رأت ذلك أحضرت وعاء كبيرا وحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتلأ الوعاء بمعجزة عظيمة، آية عظيمة. وطبعا إخواني مثل هذه المعجزات لا نحدث عنها من لا يؤمن بالله وبرسوله، هذه لنا، لأنك آمنت برسول الله، لو مهما خلص ما دام صح الخبر على عيني ورأسي، لأنه أنا آمنت بما هو أعظم منه، آمنت به رسولا، آمنت بكتاب الله فأؤمن بما ورد. لكن القوم بماذا أحدثهم الآن؟ لو بدي أحدث واحد غير مسلم بماذا أحدثه؟ في عندنا نوع خاص من دلائل النبوة، وهو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أحدثهم بهذا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أهل أوروبا أو الروم في آخر الزمان، فأنا أدخل أكون مدخلا لهم، أقول لهم رسولنا وصفكم وركز لنا على صفاتكم الحسنة، أهم صفاتكم الحسنة، والحديث صحيح يرويه لنا صحابي اسمه المستورد، ولو كتبتم في الجوجل حديث المستورد تجد التفصيل كامل. هذا الصحابي اسمه المستورد كان جالسا مع عمرو بن العاص يتسامروا، والصحابة لما بتسامروا غير نحن لما بنتسامر، نحن والعياذ بالله نتسامر بالغيبة والنميمة والسخرية ومضيعة الوقت يا لطيف الأمور، نسأل الله العافية. بينما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسامروا بأخبار رسول الله بكتاب الله، بيبحثوا بتباروا في الآيات بتباروا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمستورد يقول أشد الناس أو أكثر الناس في آخر الزمان الروم، أي أشد الناس عليكم الروم. قال عمرو بن العاص انظر ما تقول، يعني مين الروم في ذلك الزمان؟ لا يؤبه لهم، هم عبارة عن قبائل تبحث هل كان من البرد والجوع
الحروب أهلكتها. قال انظر ما تقول، قال إنما أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتذكر عمرو بن العاص قال إن كان كما تقول فإن فيهم خصالا أربع، أي في ذلك الزمان في آخر الزمان فيهم أربع صفات، هذه الصفات الأربعة لم تنطبق على أهل هذه البلاد إلا بعد الحرب العالمية الثانية، قبل لم تنطبق عليهم. أحلم الناس بالهم طويل، وأسرع الناس كرة بعد فر، أي لما تحل بهم مصيبة يفيقون منها، يتدبرون أمرهم. وخير الناس لأرملة ومسكين وفقير، عندهم برنامج بيساعدوا الفقراء ضعفاء. وفيهم خصلة رابعة حسنة، أنهم أمنع الناس من ظلم الملوك، ملوكهم لا يقدرون على ظلمهم. فركز على الجوانب الحسنة في هذا المجتمع، هذه أفضل أربع صفات فيهم. والآن أنت لو تقول لواحد عدد لي أفضل صفات في المجتمع الأوروبي لن يستطيع أن يأتي لك بأفضل منها. فأنا لما آتي وأقول لإنسان أوروبي يا أخي فيكم صفات أربعة، رسولنا ذكرها لكم، رسولنا بيّنها، فيكون مدخلا إن شاء الله ليبدأ يبحث. فهنا نحدث الناس عن دلائل النبوة، وهذا باب كبير، ونتمنى مثل هذه الأحاديث أن تترجم وتهدى وتوضع في نبرز الجوانب التي تقبلها عقولهم. خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن لما أقول له أنا مستعد أفتح لك كتب السيرة وكتب الحديث وأريك هذا الحديث لتراه الذي لا ينطبق عليكم إلا الآن، لم يكن ينطبق عليكم من قبل. فإذا لا أحدثهم عن خيمة أم معبد، هذا بقول لك كلام فاضي يا رجل، شو حلب شات وتقول لي شربوا منها ستة وبقي الحليب. لكن نحن نؤمن بذلك ونؤمن بأعظم منه إن شاء الله. وجاء زوجها بعد أن مشى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في خيمتها وحصل ما حصل، ونظرت إليه كثيرا، وهي امرأة أعرابية فصيحة برزة، يعني تبرز للرجال. وجاء زوجها فرأى كنزا، رأى شيء عظيم، وكانت سنة ممحلة يعني ما في عندهم شيء. قال من أين لك هذا يا أم معبد؟ فحدثته عن الرجل المبارك، قال صفيه لي. فوصفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أروع من وصفها. يا ريت نحفظ أبنائنا ولو بالتدريج وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لهم يا ابني ترى نحن نعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، مروي لنا بدقة، ونعيش كل كم يوم مع صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، وحدثهم على الأقل يعلم أن الله سبحانه وتعالى أوصل لنا كل ما يتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم. وسار صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذه المنطقة التي تعرف المدالج، بني مدلج، إلى اليوم تعرف المدالج. واللي كانوا يسافروا هذا الطريق، شوفوا هذا الطريق هو الذي نمشي عليه بالسيارات الآن، يمر بالمدالج معروف. اللي كانوا يعيشوا بالسعودية بيعرفوا هذه المنطقة، قريبة من رابغ وقريبة من الجحفة، وهنا جدة هذه المنطقة، هنا المدالج. وهنا كانت قبيلة سراقة، وبلغ قبيلة سراقة الخبر بمئة ناقة، فكانوا ينتظروا وين صاحب قريش طمعا في الجائزة. وركض قومه لما رأوا هنا أسودة تمشي سواد من بعيد، وجاءوا إلى سراقة وكان معروف بشجاعته وقوته، وقالوا يا سراقة لقد رأينا صاحب قريش. قال لا، هؤلاء بعض عمالي، أنا عندي رعي هناك، ما لهم علاقة هؤلاء، أعرفهم. أراد أن يصرفهم ويظفر بالجائزة، وتسلل من خلف البيوت وركب أمهر فرس عنده وحمل رمحا، الآن قضية فيها قتل وقتال، وخرج يمضي مسرعا. صدقوني إخواني، أنا كم
يعني الرحلة العلمية اللي قمنا بها صلى من عام 96 تقريبا. كل ما أذكر الحدث وأتذكر المكان اللي نكون فيه والله قلبي بينقبض من رعب. فكيف الوضع كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن متيقنون أن الله نجى رسوله، أنه لما رأينا المكان منبسط تماما، ما في شيء، أرض منبسطة. لاحظوا الخريطة، هذه صورة جوية، صورة جوية، ما في شيء. والوصف الذي يرويه لنا سراق الآن هو اللي يروي لنا، يقول لما مضى ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أبو بكر، لكن العجيب أنه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتفت ويمشي واثقا، وسراق يمضي مسرعا وبيده الرمح، وأيقن أنه أمسك رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، فلما اقترب منه حتى سمع صوته وهو يقرأ القرآن. يعني أنت الآن متى تسمع صوت الإنسان وهو يقرأ القرآن؟ 20 متر، 30 متر، معناها تقترب منه جدا. فلما اقترب منه وكاد أن يصل إليه ابتلعت الأرض قدمي الفرس، ساخت، هكذا تعبير الرواية، ذابت. فتعجب من ذلك وكاد أن يقع، وحاول مرات ومرات، والفرس قد أمسكتها الأرض، كأنما بني جدار هنا أمامها، وتحاول الفرس، هناك شيء ابتلعها، أخذها باتجاه بيته، فمضت مسرعة، فعلم أنه لا سبيل له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في حماية. لو كنت مكانه هربت أنا، لأن أنت قبل قليل هذا إنسان محمي حماية كبيرة وكنت تريد قتله، كيف تصل إليه؟ ولكن يعلم أنه رسول. الآن دخل هنا الشك والسؤال، فطلب أن يصل إلى رسول الله، فأذن له ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة في تعامله مع أعدائه، انظر كيف يتعامل مع أعدائه. نحن الآن لو واحد جاء ومعه سلاح ويدخل علينا ويعمل لنا شيء ومسكنا، إيش بنسوي؟ إيش ما عملنا فيه قليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ أنت خرجت تريد المال، أنا بعطيك مال أعظم من قريش. لماذا هناك في تخاطبه مع بريدة كان مختلف في تعامل مع سراقة؟ بريدة كمان كان يريد القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذاك مشي 255 كيلو معه 70 واحد، ما خرج طلب الخير، خرج رغبة في الإمساك برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمه للمشركين، وهذا خرج بمفرده. فلماذا خاطب كل واحد بشيء؟ هناك رأى سيد القوم رجل كبير، فخاطبه بشيء أعظم من المال، سيد الجاه، العظمة، الثناء. لو أنه جاء وقال لبريدة أنا أعطيك مال، ربما يهينه بهذه الطريقة أمام قومه، بينما هنا رأى شبابا وطمعا وقوة، فأعطاه من جنس ما يريد. قال اكتب لي كتابا، لولا أنه يعلم أنه صادق لما طلب الكتاب. وإلا الآن هنا أنت في الصحراء وإنسان لا تعرف، ما فائدة الكتاب؟ فأمر غلام أبي بكر أن يكتب له كتابا، وتحققت هذه المعجزة، مثلها مثل كل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تحققت. إحنا ما في عنا شك أن معجزة ما تتحقق، والله لو في معجزة ما تحققت لكنت شفت أعداء الإسلام ليل نهار يقفون ويتنطنون، شو رسولكم قال كذا وما صارت. لكن بعمرك شفت أحد يتكلم بهذا الأمر؟ أبدا، ما يجرؤون، لأن دلائل النبوة، نحن أحصينا دلائل النبوة أكثر من 1300 دلالة ومعجزة، كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم تحقق.
كل ما أخبر به. والسيرة مليئة مليئة، أحداث السيرة مليئة بالمعجزات ومليئة بدلائل النبوة. وسار سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهنا حن إلى مكة عليه الصلاة والسلام، اشتاق إلى مكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا في هجرتنا إن شاء الله، وأن يجعل إن شاء الله لنا الجنة سبيلا إلى ذلك. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فبشره. وهنا عليه الصلاة والسلام يبدو أن الطلب أحس الطلب ما زال قائما، فسار هنا بين الجبال صلى الله عليه وسلم، ولا أود أن أطيل، حتى وصل هنا إلى منطقة التقاء القوافل مع طريق الهجرة. هنا في هذه المنطقة يلتقي طريق القوافل مع طريق الهجرة في ثنية الغائر، فلقي الزبير وكان قادما من الشام، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم وكسى أبو بكر حلة بيضاء، وأخبره أن المسلمين بالمدينة قد استبطأوه، فسار هنا في طريق مختصر. ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ركوبة. هنا في ركوبة حصلت حادثة، وجد الدليل، ابتعد عن الطريق. قال: لما ابتعدت عن الطريق؟ وهذه الرواية في مسند الإمام أحمد. قال: هنا لصان يخشاهما الناس، يقال لهما المهانان لشدة أذاهما، مجرمين قطاعين طرق. فقال: دلني على مكانهما. فوقف وناداهما، فعجبا من يناديهما والناس تهرب منهما، من يناديهم؟ فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام. فقالوا: من أنت؟ قال: محمد بن عبد الله صاحب قريش. قال: نعم صاحب قريش. فأسلم على يديه صلى الله عليه وسلم. قال: ما اسمكما؟ قالوا: يقال لنا المهانان. قال: بل أنتما المكرمان. المهانان هذه انتهت، أنتم المكرمان. ما يترك فرصة للدعوة إخواني. نحن لا نريد أن يتحول الناس هنا إلى دعاة، لكن على الأقل كون حيادي، قدم نفسك مسلما مشرقا، ما تخجل من دينك، ما يفوت فرصة حتى مع مجرمين. يعني الآن لو ما سعى إلى لقائهما ما لامه أحد. والله رأيت أناس، أنا في أوروبا، أنا أتردد إلى أوروبا من 85، رأيت أناس في أوروبا مسلمين يغيرون أسماءهم، ورأيت شخصا اسمه يوسف، فلما أعطاني البطاقة الشخصية كاتب جوزيف، قلت له: جوزيف؟ قال: هي يوسف نفس جوزيف، جوزيف. وبعضهم يكتم أنه مسلم، بعض الناس يعيش يعني ولا يتمنى أحد يعرف مسلم، لا خير لا شر، حتى ممكن يقول انه من امريكا الجنوبيه، هو من اي مكان، بس يبعد عن قضيه الاسلام، ليخجل من دينه. هذا كيف سيقابل ربه؟ اذا انت خجلان من دينك، كيف تربي ابنائك؟ معناته معناته تربي ابنائك على ان لا يكونوا مسلمين. بينما هنا سيد الخلق لا يترك فرصه للدعوه حتى مع قطاعين طرق. الامام ابن حجر يقول، الحافظ ابن حجر في الإصابة يقول: هؤلاء لحقوا برسول الله بعد 3 أيام، لحقوا به إلى المدينة. وسار صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة من جهة هنا، من هذه المنطقة، من جهة قباء، ومكث هنا عليه الصلاة والسلام 14 ليلة، وأسس أول مسجد يبنى في الإسلام. وأنا ما كنت أود أن أطيل الحقيقة، نترك فرصة للحوار إذا كان هناك أسئلة. كم بقي للوقت؟ يعني سبحان الله، ما كنت حريص على ذلك، والله أنا كنت حريص أنه أخلص قبل ربع ساعة، نترك مجال للأسئلة. وأتمنى كنت نسمع منكم، يعني مو حلو واحد تكلم من طرف واحد، لكن والله كل ظني أنه لسه في وقت ربع ساعة كمان. يعني
عشنا لحظات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع نفس عاش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مع نفس محب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختار أن يمشي على طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وضع يده على بعض الجراح التي نعاني منها، بل وأعطى معها الدواء النافع الناجع الذي حقيقة ما نحتاج إليه، دروس مستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني حال الجميع كحالي، أنه ليته يا سيدي الله يحفظك، ما توقف. قالوا حسن الكلام يأتي من حسن العيون والآذان، بارك الله، وإلا موكل يعني أنتم أهل الفضل إن شاء الله. جزاك الله خير وتقبل الله منك. الآن يعني هو دخل وقت العشاء، ما رأيكم أنه لو انتظرنا اللي عنده سؤال جواب، يعني عشر بعد دقائق ذلك إن شاء الله نقيم الصلاة ونصلي، الأمر عندكم. تمام، إن شاء الله عشر دقائق، اللي عنده الآن سؤال استفسار إن شاء الله نستفيد من شيخنا جزاه الله. تفضل سيدي، تفضل. أخونا محمد العواد أبو عبد الله. تفضل يا سيدي. جزاكم الله خير. الله يحفظك. دكتورنا الحبيب، نحن كما نقول من درسنا السيرة وأخذنا، يعني أظن نفسي كتبت إلى الآن حوالي 15 صفحة. يا سيدي هذا من تواضعك والله، هذا من تواضعك. الأمور الجديدة هي التي، والله هذا من تواضعكم والله، كراستي، فهذا جزاك الله خير. الله يحفظك. يعني يشكر لك هذا. الله يحفظك والله. الفضل للفريق العلمي، أنا الحقيقة واحد من مئات ممن اشتغلوا بهذا الفريق حتى ننسب الفضل إلى أهله. بارك الله فيكم، فشكر لهم. هم عند الله عز وجل، الله يعلم بهم. آمين. وتنالون إن شاء الله هذا الأجر الكبير. الله يجزيكم الخير. ما أجمل أنك أعطيتنا ملاحظة مهمة، نعم، ربما لا يعرفها إلا من يعني ينتبه إليها، وهي أنك اكتفيت بالثابت من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن غير ما نشعر أعرضت عن ما لم يثبت. صحيح. فمثلا أنا جلست من أمس إلى اليوم وحدثتنا مرتين عن الهجرة، لم تذكر مثلا هجرة سيدنا عمر رضي الله عنه، من أراد أن تذكره، لأننا وجدنا بعد ذلك أنه هذه فيها ضعف شديد، يعني وأنه صحيح أنه سار سرا. لم نجدك ذكرت قصة رمي التراب على الرؤوس، لأن أيضا فيها مشكلة من ناحية السند. وحتى لما ذكرت قصة سراقة جزاك الله خير، ذكرت أن على ضعفها. فجميل جدا أن يأخذ الإنسان يعني تصحيح بعض يعني الأخبار عن السيرة، وينطلق من كتاب الله. هذه هي البداية. نعم نعم، صحيح. أخذنا في الصحيح غنية، كما صحيح صحيح، نعم، يكفينا في ذلك صحيح. حتى طلع البدر علينا التي انتشرت. نعم صحيح. وأيضا أريد أن أخذ منك، أخذت هذه المعلومة، أن ثنيات الوداع ليست ضمن طريق الهجرة، إنما هي باتجاه الشام. نعم. يعني أريد صحيح، إن شاء نعم الله إن شاء الله نصحى عنها إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يحفظك. أشكرك من قلبي على هذه القناة. الله يبارك فيك ويكرمك إن شاء الله. طيب، بالنسبة لثنيات الوداع، نعم نجيب بسرعة. نعم، لا بسرعة. ثنيات الوداع في المدينة المنورة يوجد ثنيتا وداع. الثنية الأولى التي استقبل منها أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، هذه هي، وآمل أن تكون واضحة على الصورة. ثنية الوداع واضحة؟ أين هي؟ هذه ثنية الوداع، والمقصود بالثنية هنا جبلين صغيرين بينهما طريقات استقبلوا منها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام. والثنية الأخرى هنا في جهة الجنوب، لكن هنا في جهة الجنوب استقبلوه بالتهليل والتكبير كما ورد. ويوجد لدينا دراسة كاملة عن طلع البدر علينا، دراسة هذه الأبيات، هي طبعا لا أصل لها، ولكن الفريق العلمي وصل إلى مرحلة أن هناك بعض القضايا مما تعارف عليه الناس فيها طيب المعنى، ولا أحد يقول أنها حديث ولا أحد، فنترك الناس على ما لانت قلوبهم عليه، ولكن ما نقول لهم هذه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم يا سيدي.
الله الرحمن الرحيم. بشكر الدكتور على ملامح الهيئة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر حضرتك على الأمسية الهائلة دي، يعني معلومات قيمة، بارك الله فيكم وبارك الله في فريق البحث. الله يحفظك جميعا إن شاء الله، وجعله الله إن شاء الله في ميزان حسنات آمين حضراتكم. يعني سيدي الفاضل، فهمنا من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام على قدر الخلق وعلى قدر هذا التسامح مع من قابلوه ومن أرادوا به شرا، تعامل معهم بكل يعني بكل حسن الخلق وهكذا. هل نفهم اليوم من تعاملنا مع الشعوب اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي، مع الناس دي يعني، مع الشعوب الغربية يعني اللي هي الروم بين قوسين، هل نفهم اليوم ان تعاملنا مع هؤلاء الناس باللين والحنكة والذكاء، هل نفهم ان هذا نوع من الاستسلام كما يقال لنا؟ لماذا تستسلمون؟ لماذا تتعاملوا معهم بهذا اللين وهذه المهانة؟ نعم واضح. هل هذا يعتبر فعلا نوع من المهانة؟ يعني أنا أجيبك بقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. شوف، ما قال أن تعاملوهم، ما أن تحسنوا إليهم، ما أن تخالقوهم. البر، أتى بلفظ البر اللي هو أعلى مراتب التعامل مع الوالدين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما معنى القسط؟ العدل. يعني أنا لما أعامل واحد بالمال، هذا ما له علاقة بال، يجب أن أقسط إليه، أن تقسط. إن الله يحب المقسط. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الولاء، وهذا مدخل خطير جدا، وهو الحب والولاء. ما نحب الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وتآمروا علينا، وحتى مجرد حب، لأنه هذا والعياذ بالله، يعني هذا فيه نوع من والعياذ بالله النفاق الخطير الذي يدخل الإنسان. والتعامل طبعا، نحن أيضا قضية مهمة إخواني، نحن مع كل هذا البر تبقى لنا خصائصنا وخصائص ديننا. نحن مسلمين، تفتخر بدينك وتعلي من شأن دينك وتفتخر بالفرائض التي فرضها الله عليك دون أن تتنازل عن عقيدتك، هذا شيء وهذا شيء. لكن حسن التعامل هذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. جزاك الله خير. الله يحفظكم ويبارك فيكم. وبوركتم على هذا الشرف الجميل والرؤية الجميلة كما تفضلتم. يعني عندما نسمع هذا الطرح الجديد أو الرؤية الجديدة بموضوع السيرة النبوية المطهرة، نجد يعني الحركات، بعض الحركات بكل أسف يعني المتشددة، وكأنها فقط قرأت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات والحروب والقتل وكذا إلى آخره، التعامل القاسي مع الأعداء حتى مع الأصدقاء هكذا طبعا. أما كما تفضلت، يعني ممكن تسمي هجرة السلام، هجرة المحبة، صلى الله عليه وسلم بنى يعني مجتمع المحبة والسلام والشفافية والإخاء والروح التعاون وروح الانسجام. يعني مثلا هذا المشروع الرائع والمؤسساتي والمدروس والمتعوب عليه كثيرا، نرجو أن يوظف بطريقة صحيحة لجيل من الناشئة كي يكونوا غدا ثمار وغراس لمستقبل مشرق حقيقة. لا أرى من الشباب، يعني الشباب أقصد من 15 لل 25 سنة، قليل منهم. نحن ككبار أو تجاوزنا 30 أو 40، نحن حقيقة نريد شباب. صحيح. الغراس هذه هي التي سوف
يعني تشعل إن شاء الله مشاعل المحبة والسلام، والإسلام لن ينتشر بالعنف نهائيا، سينتشر كما المهانان، بل أنتم المكرمان. إذن كلمتين يعني أصابت سهام المحبة قلبي هذين الرجلين. ولذلك باعتقادي كدعاة نحن في الغرب يجب أن يتغير خطابنا، لسنا نعيش بين الكفار ولسنا وكذا وكذا. إذن في بعض المصطلحات التي أتينا بها هي مصطلحات بصراحة تثير يعني تثير حفيظة القوم الشقاق، صحيح، وتسيء إلى الذين أكرمونا. نعم صحيح. جزاهم الله خيرا. من يعطينا 3 سنوات العرب ثلاث أيام يعني تستضيف الزائر أو الضيف، صحيح. هؤلاء 3 سنوات يعطوننا رواتب ويعلمون لغتهم وإلى آخره. لماذا لا ندرس هذه السيرة الجميلة أو لا نسمع أو لا نلتقي بالعلماء حتى نضيف كما هائلا المعرفة ونعلم أولادنا؟ أهم شيء تعليم النشأ. صحيح يا سيدي. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. يعني نحن الحقيقة لما كنا على تواصل مع الإدارة في دار الأرقم يعني قلنا لهم الهدف الأسمى من هذه الدورة هو هذا لقاء عام، لكن الهدف الأسمى من الدورة العلمية هو تكوين فريق من الفتيان أو الشباب يقومون بحمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزودهم بالأدوات ليكونوا إن شاء الله خير دعاة وخير حمل لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم حضرتم الجزء الخاص في المدخل عندما قلت لدينا فرق الآن في كل أنحاء أوروبا الحمد لله من الشباب ذكور وإناث من أبناء الجيل الثاني والثالث، ودائما نضرب مثل بفريق فرنسا بدأوا معنا من 13 سنة وأحدهم بدأ عمره 12 سنة الآن عمره تقريبا 24 سنة وهو فرنسي بحت وولد في فرنسا والآن يلقي محاضرات حتى يذهب إلى الكنائس، وثلاث مرات خلال هذه السنة ذهبوا إلى كنيسة واستضافتهم وكان الحضور كلهم مسيحيين وكلهم نصارى وعرضوا لهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله هذا اللي يعني تحس به وتتمناه هو الذي إن شاء الله نريده، ولعل الإخوة إن شاء الله يفعلون ذلك إن شاء الله في المستقبل. جزاكم الله كل خير. تواصلكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. من المحبين لك إن شاء الله. نرجو من الله إن شاء الله. ودنا تواصل. بإذن الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نحن أظن وفينا 10 دقائق. جزاكم الله خير.